آتى الله سبحانه وتعالى الإنسان من الحريات وما كلفه به من التكاليف ساوى الله به بين الرجال والنساء، لأن النظرة الإلهية إلى الجميع أنهم عباد لله. فنحن في التعامل مع الله لدينا فقط صفة واحدة هي أننا عباد لله، فلذلك ينادينا بذلك: يا أيها الناس، يا أيها الإنسان. أو التفريق بين مؤمننا وكافرنا، وهذا التفريق صحيح، فالله يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك ينادينا الله معاشر المؤمنين فيقول: يا أيها الذين آمنوا، ينادينا بأشرف صفاتنا وأفعالنا. لكن ما سوى ذلك هل سمعتم ترتيبا فيه؟ هل فيه فائدة فيما يتعلق بتوزيع أن تكون الأوامر موجهة إلى غير هذا، وأن تكون العلاقة بالرب جل جلاله على غير هذا؟ لا تجدون ذلك. فإذا الرجال والنساء علاقتهم بالرب جل جلاله هي العبودية، فهم جميعا عباد لله جل جلاله. ما آتاهم من الحقوق وما جعل عليهم من الواجبات مستوى، ما جعل لبعضهم من الحقوق على بعض كذلك متوازن، لأنه قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وهذه الدرجة ليست على أساس مجرد الخلقة، بل على أساس أمرين: إذا أخل الرجل بواحد منهما لم يستحق هذه القوامة. بيّن الله هذين الأمرين فقال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بما فضل الله بعضهم، بعض الرجال والنساء على بعض، لم يقل بما فضل الله جميعهم أي الرجال على النساء، ليس هذا صحيحا، بل كثير من النساء أفضل من آلاف الرجال، بل ملايين الرجال. فلهذا قال: بما فضل الله بعضهم على بعض. الوظيفة الثانية: وبما أنفقوا من أموالهم. فقدرة الرجل على الأعمال الشاقة والاكتساب أكبر من قدرة المرأة، وهذا قدره وحظه، فلذلك عليه أن ينتج وأن يقوم بالآخرين. فالله سبحانه وتعالى جعل الناس في الإنتاج ثلاث درجات: الذي لا ينتج أصلا وهو عيار على غيره، والذي ينتج أكثر من حاجته وهذا غيره عيال عليه، والذي ينتج قدر حاجته فقط. فالذي ينتج قدر حاجته فقط هو المتوسط بين الطائفتين، لكن الطائفة الدنيا التي لا تنتج كالصغار الأطفال حتى يبلغوا قادرين على الكسب، وكالمرضى والمصابين بالزمانة والعجز الخلقي وغير ذلك، هؤلاء هم عيال على غيرهم، وخلق الله لهم من يمونهم ومن يرعاهم، وضمن لهم أرزاقهم إلى مماتهم. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. من هنا لا بد أن ندرك أن الحريات التي أتاحها الله للبشر، ومنها حرية التنقل، وحرية التملك، وحرية التعلم، وحرية التعبير، وحرية الاختيار، هذه الحريات أتاحها الله للبشر جميعا، يستوي فيها الرجال والنساء. لا يمكن أن يكره أحد على ما لا يريده مما لم تتعين مصلحته. الذي تعينت مصلحته أو مفسدته لا خيار للإنسان فيه، لأنه هو الواجب والمحرم. الواجب تعينت مصلحته، والمحرم تعينت مفسدته، وقد شرع الله ذلك. لكن المباحات التي هي في الوسط لا إكراه فيه، لا إكراه في الدين. المباح الذي هو متوسط الطرفين، ليس واجبا ولا محرما، ليس فيه إكراه. المرحلتان اللتان تليان المندوب المباح، وهما المندوب والمكروه، كذلك لا إكراه فيهما. يتفاوت الناس فيهما، نعم، في القرب والبعد، فالذي يفعل المندوبات يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، والذي يترك المكروهات يذاب على تركها ولا يعاقب فاعلها، لأنها حاجز بين القدر المأذون فيه وغيره. ولذلك أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى
ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. جعل الله للنساء والرجال معا عقولا وجوارحا، وفضل بعضهم على بعض في ذلك، فقد يكون بعض النساء أعقل من بعض الرجال، وقد يكون أسمع منه، وقد يكون أبصر منه، وقد يكون أقوى منه ملكة في الشم أو في الذوق، فكل ذلك ممكن لأنه راجع إلى الخلقة، ليس للإنسان في اختيار. فلهذا جعل الله تكاليفهم في الأصل موحدة، ما يتعلق بالواجبات، ما يتعلق بالمحرمات، ما يتعلق بالمندوبات، ما يتعلق بالمكروهات، هذا واحد. في المباحات جعل لهم جميعا هذا الاختيار، ولم يكره أحدا منهم على شيء. لدينا الفروق الفسيولوجية في أصل الخلقة هي مؤثرة في تطبيق بعض الأمور، فقد جعل الله، علم الله ضعفا في الجنس البشري كله فأسقط في مقابله بعض التكاليف. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فنحن لدينا جميعا ضعف، هذا الضعف خفف الله في مقابله من الأحكام. علم الله أن بعضنا لديه ضعف مختص، فالمرأة في وقت الدورة الشهرية أو في وقت الحمل أو في وقت الوضع لها ضعف، هذا الضعف راعاه الله في أحكامها فخفف عنها بعض الأحكام. لديها كذلك حاجة إلى بعض الأمور لا يحتاج إليها الرجال، فلذلك أذن الله لها ببعض هذه الأمور، مثل ما يتعلق بالزينة ونحو ذلك مما هو جائز للنساء دون الرجال. بما أنها ترغب في هذه الأمور أوجب الله عليها سترها، وأن لا تبديها إلا لمن يحل له رؤيتها، فإن الله لو حرم على النساء الزينة لما كانت لدينا مشكلة، تكون مثل الرجل، لكن الله أحل لهن ما لم يحله للرجال من الزينة، فلذلك أوجب عليهن ستر ما أحل لهن حتى لا يراه الرجال، وهذا عدل لا يستطيع أحد أن يستنكره بعقله ولا بفطرته. من أحل له ما ليس مباحا لغيره عليه أن يصونه وصيانته بستره، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. 12 نوعا من أنواع الناس أذن الله لها بإبداء الزينة لهم، ما سوى ذلك لم يترك لها فيه إلا نطاقا ضيقا، وهو الاستثناء من إظهار الزينة وهو ما ظهر منها، فقال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فاستثنى لهن ما ظهر منها وهو ما كان في الوجه واليدين على الراجح، على قول كثير من العلم جمهور العلماء، فما كان في الوجه واليدين من الزينة أذن الله بإبدائه للنساء، مع أنه في الأصل زينة، والأصل ستره وعدم إظهاره، ولذلك الاحتياط والورع ستر ذلك كله. ما يتعلق بالأمور المختصة بالأسرة مثل الطيب ليس مثل الزينة، الزينة ترجع إلى البصر والطيب يرجع إلى تمتع، فلذلك حرم على المرأة الخروج بالعطر والطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تعطرت المرأة فخرجت من بيتها فهي زانية، وقال أيما امرأة مست طيبا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. فهذا مس الطيب يدعو مباشرة إلى أمر مختص بالأسرة، فلذلك ليس لها الخروج به مطلقا، ولم يذكر إبداء شيء منه كالزينة التي هي بمجرد النظر. مخالطة الرجال والنساء جعل الله فيها حدودا ترجع إلى هذا التقسيم، فأبلغها وأشدها خلطة الخروج وقد حرمها الله، وأخفها خلطة النظر فقط وقد قيدها الله، فما بين ذلك يعني المصافحة والمس كله داخل فيما بين الجدارين فهو محرم، لأن الله قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فإذا كان أعلى خلطة محرمة وأدنى خلطة كذلك محرمة، فما بينهما داخل في هذا النطاق، وذلك لأن هذا سيسعى إلى الإفساد في الأرض الذي ذكرنا في الحكمة الأولى أنه ضد الحكمة التي من أجلها خلقنا خلفاء في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، الخليفة في الأرض لا يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل،
ليس هذا من مهمته بالاستخلاف. فلذلك لا بد أن تحافظ المرأة على ستر ما أوجب الله عليها ستره. كذلك ما يتعلق بالإفساد فيما يتعلق بالأخلاق، الأخلاق أعلى من الأرزاق، وقد قسمها الله كما قسم الأرزاق، وهي قيمة إنسانية سابقة على قيمة الرزق، فلذلك لا بد من الحفاظ عليها والعناية بها. وأي شيء يؤدي إلى فساد الأخلاق فهو مذموم وهو إفساد في الأرض، لم يخلق الإنسان لأجله. ومن ذلك الخضوع بالقول وكلام الريبة والخلوة بالأجنبي ونحو ذلك، هذه شباك الشيطان وشراكه يأخذ بها من البشر من أراد إغواءها. فلذلك سدها الله سبحانه وتعالى وحرمها، وقال لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقد قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحققن الطرق وليطوفن من وراء الرجال. فحذر من الاختلاط المذموم لأنه يفساد للأخلاق، سيبطل قيمة كبرى من الأخلاق اسمها الحياة وهي من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم مر بأنصاري يعظ أخاه الحياة فقال دعه فإن الحياة من الإيمان، وقال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وقال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وقال الإيمان بضع وستون بضعة، بضع وستون شعبة، وإن الحياء من الإيمان. فهذا الحياء هو شعبة من شعب الإيمان، وإبطاله إفساد في الأرض بعد إصلاحها. فلذلك لا بد من المحافظة على الأخلاق. كذلك ما يتعلق بالإنتاج، تعطيل الإنتاج أن تكون المرأة وهي أكثر من نصف المجتمع غير منتج، لا تنتج للناس شيئا في معاشهم، لا تخدم، لا تحقق الاستخلاف، هذا إفساد في الأرض، لأنها طاقة، هذه الطاقة لا بد من استغلالها، وقد خلقنا الله للاستخلاف في الأرض. فلذلك لا بد أن تنتج، لا بد أن تتعلم أولا، ولا بد أن تعمل بما تعلمت، ولا بد أن يكون فيها مختلف التخصصات. ليس عمل المرأة مقصورا فقط على التمريض والتوليد والسكرتيرية والوظائف المكتبية كما يتوقعه بعض الناس، بل المرأة لا بد أن تكون مشاركة في مختلف التخصصات لأنها نصف المجتمع وأكثر، والحاجة إليها بالغة فيما يتعلق بالاستخلاف في الأرض. فلذلك لا بد أن تقوم بالاستخلاف في الأرض، ولا يتحقق لها ذلك إلا بالعلم والفهم والإدراك والتخصصات المختلفة، وأن تحصل على أرفع الشهادات وأكبر المستويات. وهذا كله منشود مطلوب لا بد منه، والشرع يشجعها عليه ويذيبها عليه ثوابا بالغا. فيما يتعلق ببناء المجتمع المباشر، بناء المجتمع ينقسم إلى قسمين، إلى بناء فكري وبناء عملي، أو بناء نظري وبناء عملي. فالبناء الفكري يحتاج المجتمع فيه إلى أن يكون مبنيا على أسس قويمة تقتضي تعايشا وإخاء وسلمية وحرية، وتقتضي تواضعا حتى لا يبغي أحد على أحد، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن روح القدس نفد في روحي التواضع حتى لا يبغي أحد على أحد. ويقتضي كذلك نفيا للظلم مطلقا، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وفي الحديث القدسي الصحيح يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الظلم ظلمات يوم القيامة. فلذلك لا بد أن يكون بناء المجتمع على أسس فكرية صحيحة تقتضي تعايشا وأمنا اجتماعيا يأمن فيه الإنسان على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه، ويكون بذلك متعاونا مع جيرانه ومع شركائه. أهل كل وطن شركاء، بينهم شركة مشتركة وهي الوطن الذي ملكهم الله ما فيه من الخيرات، وأعطاهم الأرض وما في داخلها من الأرزاق وما فوقها من النباتات والمجال البحرية والجوية، كل ذلك شراكة. والشركاء ليسوا بالضرورة متشاكسين دائما، بل الأفضل أن يكونوا غير متشاكسين حتى يتقدم العمل وتزداد الشركة ربحا وإنتاجا. فلذلك لا بد أن يدرك المواطنون جميعا أنهم شركاء.
وأن ما جعلهم الله شركاء فيه أمانة لديهم لهم أن ينتفعوا به بقدر ما يستطيعون، ولكن لا بد أن يتركوا منه للأجيال اللاحقة ما ينفعها أيضاً، وأن لا يسدوا عليها باباً ترتزق منه ونفعاً خلقه الله لها. إذا أدركنا ذلك علمنا أن الأسس الفكرية لبناء الوطن تقتضي ترسيخ هذه القيم بين الناس. فقيمة الأمن، قيمة كف الأذى، هذه قيمة كبيرة جدا في الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إيمان لمن لا أمانة له، ويقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاره بوائقه، وقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال الجار المسلم له حقان والجار الكافر له حق. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما يتعلق بحقوق الطريق، فقال إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها؟ فقال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه حقوق لا بد من التوعية بها. إذا تعايش المجتمع تعايشا آمنا ولم يرد أحد أن يعتدي على أحد ولا أن يستغله ولا أن يذله، وكانوا بذلك محققين لروح الإسلام، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يكذبه، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاثة بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فهذه الأسس الفكرية لبناء الوطن لا بد من ترسيخها والتوعية بها، وهذا الدور مشترك بين الرجال والنساء. قد يكون دور النساء فيه أكبر من دور الرجال، لأن التوزيع راجع إلى عدد الرؤوس، فهو بمثابة الميراث في العصبة ليس ميراث ذوي الأسهم. إذا أدركنا ذلك فالعصبة إنما أسهم المسألة بعدد رؤوس أفرادها. إذا قارنا بين نسبة الرجال والنساء في المجتمع سنجد نسبة النساء أكثر، فلذلك عليهن من الواجبات في هذا القبيل أكثر مما على الرجال. الجانب الثاني هو بناء الوطن في الجانب العملي، والجانب العملي ذكرنا فيه أنه لا فرق بين النساء والرجال. نعم لدينا مسألة واحدة، وهذه لا تختص بوطن دون وطن، يختص بها الرجال، وهي الإمامة العظمى، الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، هذه مختصة بالرجال ولكن لا وجود لها في واقعنا اليوم، نسأل الله أن يعيد الخلافة للمسلمين. أما القضاء فإن القاضي أيضا ممنوع من التأثر، كثير من الرجال لا يصلحون للقضاء أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، لا يحل للإنسان أن يقضي وهو حاقن أو هو حازق أو هو جائع أو هو ظمآن أو هو غضبان، هذه عوارض بشرية تؤثر على فهم الإنسان وإدراكه وعدله. والمرأة ذات عوارض زائدة على هذه كما ذكرنا، عارض الدورة التي هي نزيف كالجرح الذي هو داخل في نطاق المرض، عارض الحمل، عارض الوضع، عارض الغضب لديها أكثر، لأن إفراز الغدة الكظرية فيها وما تفرزه من الإدرانالين في الدم أكثر من الذي تفرزه الغدة الكظرية في الرجال، وهذا خلقة ليس لها فيها شيء، تغضب بسرعة، لكنها إذا كانت مثقفة عاقلة ستكظم غيظها وترده بمقتضى العقل وبمقتضى العلم، وتدرك ما يترتب على ذلك من الآثار. فلذلك لم يكن القضاء متاحا للمرأة، وهذه المسألة فيها تفصيلات لدى الفقهاء. ابن جرير الطبري أجاز قضاء النساء مطلقا، والحنفية أجازوا قضاء المرأة فيما تشهد فيه وهو ما هو عائد للمال بخلاف الدماء والحدود والأنساب ونحوها، فلا يمكن أن تشهد فيها المرأة، لا تشهد فيها المرأة فلا تقضي فيها. أما ما سوى ذلك فكل المجالات فيه متاحة. المرأة ليس في الشرع ما يمنع أن تكون وزيرا، وليس في الشرع ما يمنع أن تكون مديرا،
وليس في الشرع ما يمنع أن تكون أستاذا معلما، بل أمرت بذلك في كتاب الله، وهذا من وظائفها القرآنية. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. المرأة لا يوجد أي مانع شرعا أن تكون مهندسا، أن تكون نائبا ممثلا للناس، هذه أمور لا يمنعها أي شرع. فالنيابة، النيابة هي التي تسمى في الشرع بالعرابة. قد أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم الناس إلا بعرفاء، والعرابة حق. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة أوطاس أخر قسمة الغنائم 15 يوما حتى جاء هوازن فوجدوه قد قسمها، فسألوه أن يرد عليهم السبي والغنائم، فخيرهم بين السبي والغنائم فاختاروا السبي، فقال: ما كان لي ولابن هاشم فهو لكم، وما كان للناس فأمهلوني حتى أسألهم. فسأل الناس فقال: إن هؤلاء إخوانكم قد أتوا تائبين، وقد أخرت قسمة الغنائم لعلهم يرجعون، فجاءوا متأخرين، فإن شئتم رددتم عليهم الأجر ورددتم عليهم السبي، فمن صفى نفسه بذلك فأجره على الله، ومن لم يصفي فإننا سنقضيه من أول ما يفيض الله علينا. فكثر عليه اللغط فقال: إني لا أدري من صفى منكم ممن لم يصفي، ولكن أخرجوا إلي عرباءكم أو ارجعوا حتى يأتي إلي عرباءكم. فالعرباء هم نواب الناس. فقد ذكرنا أن الوطن شراكة، هذا الوطن منه الثروات كلها البحرية والمعادن وغيرها، هذه هي ملك لإفراد الشعب، ليس للمؤمن أن يمنع الكافر نصيبه منها، وليس للبر أن يمنع الفاجر نصيبه منها، والتصرف فيها لهم جميعا. لكن المال المشترك لا يمكن أن يتصرف فيه الجميع دفعة واحدة. سكان بلد مثلا، بلد مثل موريتانيا سكانها مثلا قريب من 4 ملايين، هل يمكن أن يوقعوا جميعا كل اتفاقية؟ هذا غير ممكن. فلذلك لا بد أن يختاروا من ينوب عنهم في التصرف في أملاكهم. هذا الذي يختارونه يفوضونه لمدة محددة على أساس الاختيار، لكن قد لا يكون أعلم الناس، وقد لا يكون أصلح الناس، وقد لا يكون أذكى الناس، وقد لا يكون أكبر الناس في السن، قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، وقد يكون ذا مستوى علمي وقد يكون دون ذلك، لا يمنع الشرع شيئا من ذلك. فهم يختارون عريفهم، لا أصل أن يختاروا أفضلهم وأكرمهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بني سلمة من الأنصار فقال: من سيدكم؟ قالوا: سيدنا الجد بن قيس على بخل فيه. فقال: وأي داء أدواء من البخل؟ إنما قال: بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح رجل كريم، فلذلك تولية الكريم على الأمر العام أولى من تولية البخيل، والجد بن قيس بخيل، بل قد تبين فيما بعد أنه من المنافقين. جملين فهو في الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر، وصاحب الجمل الأحمر هو الجد بن قيس. ولما بايعوه تحت الشجرة اختفى الجد وراء جمله، فرئ وهو يختفي بجمله فلم يبايع، فكل الذين بايعوا وجبت لهم الجنة. وقد قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لما بايعناه تحت الشجرة نظر إلينا فقال: أنتم خير أهل الأرض. فهم خير أهل الأرض جميعا. لذلك يختار الناس نوابهم ينوبون عنهم في التصرف في الملك العام، والملك العام هو مثل الملك الفردي. الملك الفردي، هل للمؤمن أن يمنع الكافر تصرفه بداره وملكه وماله ورصيده؟ لا. هل للبر أن يمنع الفاجر التصرف في ملكه ونصيبه؟ ليس ذلك مقبولا بأي شرع ولا مقتضى أي عقل. لذلك المال المشترك هو شراكة بين سكان الوطن، وهم جميعا شركاء فيها، ليس لأحد منهم أن يبغي على أحد، ولا أن يحجر عليه، ولا أن يمنعه التصرف في حقه. وقد أتاح الله له فرصة ليعبر فيها عن من يتصرف باسمه وأن يختاره، فيختار ذلك. وهذا الاختيار هو بالشورى، لأن الله قال: وأمرهم شورى بينهم، وقال: وشاورهم في الأمر. وأية وسيلة تحقق الشورى فهي مطلوبة، فقد شرع الله الشورى ولم يذكر لنا وسيلتها. وقد عرفنا اليوم
أن من أرقى ما يحققها صناديق الاقتراع التي تؤدي إلى التداول السلمي وتؤدي إلى معرفة رأي الأكثر، وإن كانت إنتاجاً غربياً ليست من إنتاجنا نحن معاشر المسلمين ولا ندعي ذلك، لكنها مثل الكهرباء ومثل غيرها من الوسائل التي ينتجها غيرنا، وليس لدينا غضاضة ولا نضيق ذرعاً باستيرادها، كما استورد النبي صلى الله عليه وسلم فكرة الخندق من حضارة فارس، وفكرة الخاتم من حضارة الروم، وفكرة المنبر من حضارة الحبشة. فهذا الاستيراد مقبول، ليس في الشرع ما يمنعه. للمرأة خصوصيات، منها مثلاً أن يكون تأثيرها في الجانب الاجتماعي من بناء الوطن متميزاً، وبالأخص في عصرنا هذا الذي كثر فيه اللغط حول المرأة، وسعى أقوام لأن ينقلوا إلينا بعض ما كانت عليه المجتمعات الأخرى من اضطهاد النساء واحتقارهن، وقد كان ذلك شائعاً في العصور الوسطى في أوروبا. فقامت الثورة الفرنسية وتبعتها دعوات التي تسعى لحقوق الإنسان، فالثورة الفرنسية على أساسها جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وراعى للمرأة خصوصية ناشئة عن حالها في الاضطهاد في أوروبا. لكن هذا الحال غير موجود في معاشر المسلمين منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. نحن لا ننكر أن بعض المجتمعات يقع فيها بعض الانحراف وبعض الأخطاء، لكن ليس معنى ذلك أن هذا قاعدة عامة في المسلمين، فهذا غير صحيح، وبالأخص ما جاء به الشرع. إذا طبقنا الشرع لن نجد أي نقص ولا أي اضطهاد للمرأة ولا أي احتقار لها، بل سنجد أنها لا فرق بينها وبين الرجل في هذه الأحكام والحريات كما بيّنت سالما. بالنسبة للعيد العالمي للمرأة، نعم للمرأة أن تحتفل بأي شيء يجمعها مع بنات جنسها ولو من غير المسلمين، لكن جاء هذا العيد موافقاً ليوم عيد الصابئة، وهو عيد ديني لطائفة معينة وهم الصابئة، فيومهم يوم عيدهم الديني هو يوم 8 مارس مثل هذا اليوم الذي نحن فيه. وقد ذكر ذلك ابن النديمي في كتاب الفهرست، ذكر أن عيد الصابئة الديني هو اليوم 8 مارس. لكن مع ذلك إذا لم يستحضر الناس هذا ولم يعرفوه أصلا، كثير من الحاضرين في هذه القاعة لم يكن يعرفوا أن يوم 8 مارس يوم عيد الصابئة، فلذلك لا مانع من أي تظاهر، لكن لا بد أن يكون ذلك مضبوطا بضابط الشرع. لا تطالب المرأة بما ليس من حقوقها، تعلم أن حقوقها مكفولة بالشرع، فهي تريد تطالب بتطبيق الشريعة. إذا طالبت بتطبيق الشريعة، إذا طالبت المرأة بتطبيق الشريعة فستنال كل حقوقها، قد كفلتها الشريعة لها. مثل الرجل، إذا طالب الرجل أيضا بتطبيق الشريعة فسينال كل حقوقه مكفولة له كاملة، سيجد العدل والإنصاف. ويكفينا من ذلك آية واحدة في كتاب الله ينبغي أن نرددها في كل جمعة، يقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يبارك في هذه الجمعية والقائمات عليها، وأن يوفقهن لخدمة دينه وإعلاء كلمته، وأن يجعل عملهن خالصاً لوجه الله الكريم، وأن يفتح لهن خزائن رزقه وأبواب فضله، وأن يعينهن على نوائب الحق وقضاء حوائج الخلق، وأن يبارك على مؤسسة المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، وأن يوفق القائمين عليه، وأن يعينهم على ما حملهم، وأن يزيدهم من فضله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.